الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونسنت أول بسورة بعد استارتي في حرب كل مجالات بريستال عارقة إنجليزية. أو أنت بدل أنك تسوق من برنامج شيو وحقه ولا ما أنت نواح إن واحد نذكره إن أخذ برنامج كاره أو إنه قد ياري وسير كني المقشعة محمد أحمد بريستال إنه مرتيا مركو هلا أنا وعادي أتكلم ما حد علني وسير بسورة واستارتي في حرب كل مجالات بريستال. أتي هذا ما حسنت وسير بال وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 حاجة يابا بلانتن إنه يقول إن هاي وسيرك المعدن تيجي تمرتي جمرت سمعنا لكن كل مرة أيك قد عايق مركا رنتي بيش يصير حد باي بلانتن إنه قابلنا هنا بيش كوي تونات ما نطلع إنجليزي لكن إما كنا صورتك شيء أنا بلانت وأنا أدي أنا ما نقول حسنا يسوي لوين في عن وحنا كل من قرا ريو كي تطلعنا بشيء وطمنا يا سكتركا هو هذا الجاست طمنا يا كل فنتي عم بلا بسيف حدودي نروان والله يا يبلغي ويبناني نص ساعة حدودي سامر كاب رنتي شوفي عم نقول ما هذا خير قبل كده نحن هو في ريستير دينا مودين تريسو ملاني شالي دينا الكل منهم كلهم ضيع شو نسحب ريسان التركي كوريستان وحق صومي وحن قبسو محي وقبسو ملاني وحيا بحصل من كوريستان أنت تاسع يينا كل شيء كذي بعرف تهنا تلك الشيء خبرة يينا كيو يو ويعرفني ماذا يو ربحني ماذا بدن كان هو حمل يكونوا يين كفاية بس تلك وسوي لوفنا يينا بوكينا يين وزيد في عن ساعات تصير هذا ضمن تنتهي وحا أن أنشعلان لها سؤال كل وادي راتة وطير لكن وحا أنشعلان لها بل ما سميسين قرشاء ويسيد نوغن هو يساردون العصبتي أو هراء وميشير تيرين نطانا قطنين مركا ما سميسين قرشاء ويساردون الله ضحي ورد ما يسيرون يسوى لهم يدين سعداء مير دي مركيبة مركي نوغن هو عمي قلع مدحين هو يسامي مع كل نصف قرشاء أنا قام حين قمتنا سمتنا سوى صلاة مركا كم بديار نكوي سرده هم حدود ده من قرشه في عنا برفع يدك أصلاً تقولوا إني الحوي والله يورد تلولو لون أيقوي نسوا لأن خديجنا شوي قسوم على مكيه سوم على ميت وحبون مرك شرطة الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركز كوبد الله يبقى محلة. الكسوق كان كاني نسورة كليين نسرقنا نقدني هنا كتشانينا. مركز الله الحمد لله دمي أنتي وابد سلامتين حسكار وسلام يا حرتي أما جروبي حفلة سوابة ولي رنتي وقت غير ولي أنا تكتك حق سوابة ولي مرة بعد وحنا ما عندنا قيادة دمان شارية ده والكسوق بحسي دانيير تمر هويوي والدين أبيال أقوي هنو كنا عصتوا دمانتي وحن لي هاي جزاكم الله خير صافي عنا وصار بشين الله عاد كوا حكى لهم عطوا محن قيا وذي شو وين يا حريرة هيك فريا سلطان كي يا صاحب كي حسن علي ويد وهذا ليا سفير كيني وكيل كيني هذا كان فريا يو خليف يو عمر سيد دمانتي وحن لي هاي ديال بوم حسنتي سلام كتيب وحن لي رقح بنا تبرر تينا وربحني دخسيو سفر كيان عن ديني من حضارنا عن كسود عن كسود قاعدين دلك يو كي رنتي وحن انت بدن سفر وبحا طلال كدونك سبب توقع وستي شيخت هاي باستوريان وحن هاي وسيرة البعض صور على عرم هاتي بده ما دام الله يحل ساري مالك الشيك ان سفر ده بدن انتهو ايو كميدي هاي ان اكل ميد بدن اسكامت هاي وحكيرا ما تد بدن وكنا حساتو دونك كنو وطنيني إني دلكينا ما كشرا مركي هو بيا إنه بتقولي دينا مركي أوجادن خيرات كينا مركي أوجادن لكن كينا ونعكسنا ولا إنت بدنا حي لحظان بالمنوي من كريسا وحلاقة يابا بلنت أنا لما كوي ميدن بشي أفراد أو كله وده هذا كنوبلا ما قلنا نويمد قلنا نويمد حي حين قلنا طنيني إياه
ويلان كاسكا ماشي دار كتركين قولا ضميني اي هايين انتي ميتي في عمان وضو قبري بضانا دي وح بضان ماشيك شعب وح لقيا بانتان يقلج انتان هالكيدين هايين سو ملان وهي انان ساقال طح وكيني كوية هدر كيسا قال ادان تقي وحان سرع دا وح بضان سو كركري او سو دوي او سو درانديري ومركو بسلادا ومدري سو ملان دو بشاري يقولون اي دهونو كالا صعدا ايه هدا اي بدان ميديا ايه ويدا انتي ساسين سكوبني marka ee runtii waan isku xirnay si fiican ee dalkana waa balayga aqoon badan intan isla hada dalka uu runti marka koobaad ee nimanka maalgashayaasha ama ina daneenaya la kulmo inta badan qarkood baan Soomaaliya aqoon badan lahayn qarkoodna iyaga wax walba leh oo birdhowidan koonka joogay niman hindiya la kulanay inay wasiirta macallintu ee waxa ay igu leedahay miyaad aragtay laas qoray saan kulmay سيلهن ارشيد ماركت وابور ارغا بحكاك تسان كورمي ميد بي سو غير ميد ماركت سان هاو انارك تو وي سو سو دي نو سي سو وري ام بي غول هدي سي مودي ماركت سان ري مي سان دي سي غول دانا غو كاسو ملان سان دال بور ها كور وات هاب تنين كات دانين اي دوني اني خوليس اما وخي سو كورا تساسو كو باريا ودلكا غو دخمريا فرنتي marka waxaan oran lahaa taasi daarnayd talabaadna dan in UK yimi dawaynu taaliyadiisi iyo dalkiisi ay iswada kulmaa runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa qolada Bristolood ee qoladii koowaad ah ee runtii aan casuumidan ka helay tirna soo gaar marka haddaan ilaahdo hadii la ilaahdo Ingiriiska magaalada ka degley waxaan oranayaa Bristol ba ka degley Bristol sheekada horana way noo dheerto waa aw idin la wadaagayo kulli CV-gaygu idin ku noqon doonaayay intii badnaydan waxaan ka joogay tax administration ka ama dakhliga dalka ama maaliyadda ku jira ama director of customs baan ahaa ama waxaan ahaa director of revenue marka naga simaha xashuuraha ahaaba wasiir sanseme xilliga wasiirka ahay ayaa la doonay in awareness ama wacyigelin badan xashuuraha laga sameeyo marka aad tisilan hirriba documentary diyaarinayay tisilan hirriba yimid oo yiri adaa lagu horeynaya suul buluug oo kan kala soo xidho saan buluug ay kabarada soo dhigayaan soo dhow ashuuriba marka uu warramay si ay jireen halkan kasoo bilaabnay halkii wax yihiin tiibay qolab Bristolo khaliil lagu horeeyo ninkan saaxiibkan halka jooga ayaa TV Universal ka daawaday aniga halka ashuurti ka sharxaya soo qoladii halka fadhiiday waxay go'aansaday ninka gadka leh halka jooga عشورة خورها من بني شهادة شرف لوكي وبرستالي كتورتو ميسو خليلو صمر كيبو صوتو وليو يميد وسارة دمالية دانو لحتاقا بيقولوها سو عاود متي مركة تيفيقا لسكار كيو يو مركة كلمة ولا كليرا دلال بديه ساكول هاواني سو دو محاي سو يقول نيو برستال مانكا صوتا شهادة شرف فانسي ده مركة باشا انوحن هاقولو ينكيلا هذا باشا مالا مدحتا يدو باشا مالا العقبي كتاقيتو وحن هم سنة ينخرش ربحي يو مركة لديه marka waxaan hore barbaashaas inta kharashnaas lama hayay shuraahan oo rubi ah barbaashaas dib noogu dhigay inta may wallahi waan professor ma lahaa doono ku sharfayna tii wasaas marka ashara shahaad sharafteedi koowaad baan qof badan ilaa hadda waan hayaa gaarbanka waxay iga timi barista marka runti aad iyo aad u mahadnaqay sida fiicanay nu soo hayn maanta waxaan ilaahay ugu mahadnaqay in la joogo oo doonayo inaan idin ka warbixiyo dalkii halkaan wax ka bilaawnay san waxa doonayno reerkaanu rarna halkaan ku furi doono inaan fishanka iyo aragtida madaxweynaha inaan idin la sheer gareeyo runtii ayaan maanta halkaan jooga taasi waa taa talabaad aan doonayo inaan idin la wadaago runtii 14 December toonta iyo tamaandada baa inaan la soo degno dollar inagu taagan tahay ayaa markaba niyadeeda ku soo dhacday marka markii waxaan sawirtay ganacsatadeen in ku tumeynay lacagta laa xoolaysta hadii diraasadu fiican u diyaariyo la yiraahdo diraasadu waa saase la yiraahdo waxa ay naga baxay shaqala noocaas ah galaya waqti inta la soo baahan tahay free tank dakhli inta la baka soo baxay faa'iido inta soo qofka ganacsade hadii la tuso faa'iido uu ku dhiiranayno markii lady wax ka bilaabayna policy-ski ka bilaaba xeer lama sameyn karo hadaan siyaasad maalgashi la sameyn mayna lahayn
imi ku xanoor dhameystiran oo golaha gudbin doona markan tago oo ayaamahanba agaasimayaashii guud iyo ganacsatada iyo wasaaradeedii ay la fikurayeen siyaasadda qaran ee maalgashiga Soomaaliland oo dhammaystiran. Ilaahay baa noo suurtageliyay intan joognay, waayo wax walba lacag resource buu baahan yahay, budget buu baahan yahay, khibrad buu baahan yahay. Wuxuu baahan inaad ka fiirsato siyaasadda dejinaysa ay noqoto siyaasad maalgashi oo competitive oo soo jiidanaysa maalgashayaasha, kuwa gada gudaha ku dhiirigelinaysa, kuwa gadabad. Waxa kaloo aan noqo oon ugu yimid waxa weeyaan xeer baan ugu yimid layidhaa xeerka maalgashiga sheeye. Xeerka maalgashiga sheeye miyna lahayn xeerka maalgashiga gudaha ama sokeeyaba dhehe ama dadkiina dhehe. Xeerkii isla markiiba waxaan qodsanay inaan amendment ku sameyno oon wax ka bedelno. Xeerki waa inuu dhamaystiray insha allah siyaasadu markay gudubtay iyadanu inay gudbaysaa. Waxa kaloo wasaaradahan aan qabanay kaba inaanu marka kala yimaado inaan wasaaradda waxay heediyay structurekeedii qorshaha sanadka ku shaqeynso waxaasoo dhan waxaan dejinay idinku wasaarad baa moodaysaa lakiin waxaan ahay wasaaradda waayo waxaa shaqada la leeyahay wasaaradaha macdanta iyo tamarta. Waxaan laleeyahay wasaaradda beeraha, waxaan laleeyahay takaluunka, waxaan laleeyahay waxaasoo waxay ii noqotay inaanay maqatay habeen walba YouTube iyo Google ku jiroon ilaahda maxaa kaluuna leedi kaluunka muxuu baxaa kaartalo dalkiina ma laga hela macdanta noocay leedahay inaan elementiskeen sekretarigii noogu dambeysay inaan dib u wada xiftay macdanta macnaheeda iyo waxeedoo dhan aan idhaahdo dalkiina ma ka helaysaa oon research dib u baaro ya marka de waa dareemi karaysaan wasaarad wasaarada ah nin loo dhiibay oo siyaasadana culayskeedii uminaysugay waa dareemi karaysaa inaga wali wan badanay siyaasadda in nin walba reerkooda dabada ka soo maro oo nin walba nin uu jawaabo. Madaxweynaha ofishankiisa hadeen runtii institutionskeena wasaaradaha inay dhismaan ayaa soo doortay dad dhalinyaro soron kara mayna odayaasha iyadan waaweyn ee u badan ee dadku leeyihiin dhalinyar baadi noloshan waa haysanay. Marka wuxuu soo doortay ofishankiisa waxaa hadeen dad shaqada ku jiray oo technically garanaya wixii inay inuu golaha kusoo galo runtii waa nakaga ku guuleystay runtii institution is what they know this man halali waxaan u baahanahay ma jirto institutionska waxaan ka wadaa warqadda wasaaradda ka baxdaa ama xafiiska baxdaa inay kay ku socoto toos u tagto haday qaldan tahay haday saxsan tahay haday qaldan tahay in lagu soo celiyo halkay ka timid haday saxsan tahay inay socoto inuu procedure ka toos u wado maaha laakiin inaan anigu wasiirinta ka daba tagto wasaaradda u qoro aan ahdo hebel warqadda baan soo diray maxaad u dhaafin weyd oo maan wal barri xataa xaqan ugu fikir lahaa dalkii waxa taasina doonaynaa sida la dunkaynu ruuliska iyo regulationskeeni iyo waxaynu odhan inaynu socdaan in sida ka warqabtaan bilowgii koowaad abaaraha jiray dagaalaha inagu yaro bilaabmay waxaasoo dhan ilaahay mid weyn naga jabiyey insha allah khayr badan bay rajaynaynaa. Mar kasta oo tuurtuur yar uu dhaco in xuduudaheeni xaasay qolada maalgashayaasha ee wadahadaladu noo socda markaasay ugu soo dhuftaan oo waxay idhahdaa waryaha maxaa meeshiini ka yari jiray marka adduunku wuxuu imika waa village meelba oo globe meelba lagu wada fadhiya uma fiicna in muxuu ahaa waxaa yarari hadalladaasi uma fiicna inay maalgashayaashu runtii haddaan aan kusoo yaro dhaweedo in idhaahdo dalku saasu yahay idinkaade kulli war badan baa haysaano social media wax badan baa kala socotaan laakiin waxaan idiin sheegayaa in institutionskeenu imika sida hore boqolkiiba boqol ay ka fiican yihiin wasiiradeeda shaqadana laga helaa anama waayo waan fadhina hadyahay waxaanu heyelannahay sidaanu sidaasi ka fiican oon muxuuha bulshada ugu adeegalay idinku ma sharafa u haysataan anagu culays baanu dareemeyna waxaan dareemeynaa hawl alla haydeen in anaga nala saaray waxaanu ka dhalanay dalka xoolaha qurin ka naqana xoolihiina abaaraha saynaga laakiin dalka ciiddooda iyo cadceeddooda iyo dabeeshooda iyo hawadooduba ay lacagta taagayin intan jooga waxay la kulmay shirkad jarmal oo tiri hawadiinaa doolina hawadeenniiba lacag noqoto oo xoolaha inoogu taagan runtii waxa la kala saarayaa nitrogenta iyo oxygenta iyo arganta la kala saarayaa marka wa ogtiin oxygenta de waxyaaba badan nitrogenka oo ice creamskooda waxyaaba badan warshadahooda wax badan waa lagu qabta inagu waxaynu naqana sida ayaan dhe waxa jiray shirkad milxun heshiiska ofsan dadkiina u sheegaan ku yihi laba boqol iyo konton milyan ayay warshadaas ku kaxaysa oo milxun maalahay tan raashinka ku darsanay la yihi badankeed
وروي كوين تملا غير عشان لو قدر ورشدها لا أنت وما صعد تملا إحنا قاركود إذا نقول وقتنا برفع كورنا على شطة وحبلا ميت مركا رنتي والله ينضنينا يا لكن حلينا قدو لي كسر يسوم على البحني ماذا لنا نميت كل قطرنا اللي هي لنا سوى اللي وين تا كاي نضنينا نقول الباب لعقة دون كمالس كتعلم ما تشرتو لعقة والبحر دونينا لعقة بشو أو سقط أو تسمى ذلك شو فإذا يمكن كيه لدونا هذا دي رتع بتوع حكم نقدونا شقق شو إنه كعوان عيد ولا يري من بدن ريش وما إلى وينو غيرت حي أنت شقي سا سببته سببته حوي من بدن تولد واحد بدن مش قالي سو إذا هو وقتي إنه ضل كنا شوك تان أنت سيف السرف إنه شقي ساوي ترسنت لكن بقول كي بس لعش أنت تكون حوي شقت كان برايفس أكتر وقولا كله هذا بدن كني أنت بدن private sector ka ayu shaqo wakhra kala sha anaga waxna laga doonaya environment ki lagu shaqeynay environment ki kana xusuu suurta kalka deegaanka ama biyaadi maalgashi suurta kalka haday shuruuc tahay haday nabad gelyo tahay haday tahay dhaqan shaqo waxna laga rabaa inaan soo saarno sharciyeen oo dadkii soo saaray inay skill inay dad xirfado leh ka noqdaan imka haday hal warshadeen oo dhaqaaqdo tacadina oo shaqaysan leh limaayo ريسو مالي لا هتشغل تحت اللي هلي مالي وايو المانتين ريسو مالي حويدة ديارتين في صوفرستان انتو تخيسو لصول حدو مركا وذا أمير لما نقضى يا شاقوين كيف يعنى يا لقيه لي يولي بيو كامك إما كبالنا نيكا كولي دي سوكا عما نيكا وستاتك سوحي قري ديسا لعقتو قاطو هاتي بالله وقاليو مالي لنبو قاطو وكل عك بذنية هاي نيكا حفيس عما صوفرستان انتو بدا عما نيكا دولة وشغلتو لكن ده كان حكاك يجي معايا وحنا لقاها بقى نجا وعي جلنت إيه هالكين نص عنه إيه سينو قف عندي سنة خيرات كنا حولها قرآن خطرك أنا ينقارك كهينو ما كنا قانا لكن بعدين تينا وح ولا بيجو كشلان هذا كبرت هاي هذا تهبت هاي فدي أنا لو حم قلي سينم بورة تهبي غير كعبه هاي نوقت اللعين معلوم ولا بمرح قلاط رصي وشيء كيستوعي هذا بور كلا هذا نيم كحلاقيها ورود كده هستوي نوج كبر كي وشيرة أو دوكا كوميرشيال بلاتينيوم دمان معادين وين وضلين أو إلى الكاس ولا نولا شكا يوم كشر هذه شانيل بلوك اللي هيدي راس كاس ويسو كبا كبيين و داتي دي ويتياري قدي تانكي وحي بلان قالين بابا كوني سكالتون كاي نو بلان تو إني نو بيرا عيدي إني وحول بلوي وكسور تكال دواء نو عيبين إنو تمانا دا سودو فسنا إنو ديرير كين إيا بيري هنا يري إنتين كويسي سنا أي وحول بكسور تكال إن أنا جوعي كلنا رقنا كه أنا كروق هذا ونهاري هبين ليلة ونهار أنا لأنه ورقة كه مركه بهي أشي لو نوجنا هاي دمانت استطلاع عفما دولة دو نوجنا هاي سايمة كوي على إن عفما تتكسيسو هنا يوبي يسيسو هنا يوحد يسيسو لكن خاين تيلا خاين تك دولة نمو إسكيرت أنا سكو هنا بيت كيد جاكد كيابا هوري أنا وحلاني بالهرت شقتها جا مقاهي فريسنا بيرها قطها sanad kan misaaladeed hore beeraha noo xoog ka saarnay wax soo saarka barse dadku ugu dayda oo inuu qolo walba wax beertaan inuu degerogeen iyo arab xadeen iyo bariiska weyn oo bixi karayaan aynu sanoonad ka dhigano inuu si fiican u sameysano si inaga dadagaysid inaan u dhigno innovation la nimaada inaga la inaga sugeeyo anaga ka dowlad ahaan taa waan ku qasbanahay xilli habeen aanu fikirayna waan wadnaa taas halka san shukuriya hataan idin la yar sheekeeyo maxaa ka qurba jooga anaa maal gashan karta inta ay qolada ajaanibka danaynayaan ba maal gashan karta heshorarina wax waaweyn wax lagu maal gashadaa wax yar goo lagu maal gashadaa waxa samaysan kartaa oo aqoon ku dari kartaa aqoon inaad ku dartaan ma dooni waxba isku darsan kartaa hadaas wax isku darsiga badisaan warshada shirkada kalluumaysi waa samaysan doontaan adduunkiiba ka dheerkay kalluunkeen waxaa samaysan kartaa shirkado macaadinta soo saaro dekada la idinkaga iibsanaya iyadoo haddaa u baahnay wax kale iyadoo ruux iyo ciidayeen mishiino yaro kala saaray ciidda iyo macaadinta inaa soo ifataan rabiyo wax walba waa awooda beeraha awooda inaa samaysataan wax walba waa awooda hadda isku darsada runtii waan idin mahadnaqaynaa shirkadeena ugu waaweyn ee dalka waa qurbuhu ma ka wada yimaadeen niman qurbaha yimid oo intay arkeen haddana ka faa'iidaystay qoryihiin dambe sectorka hospitality-ga ku badan tihiin oo runtii meela fiican oo shaaf fiican ka cabno ku nasano xataarada waa nagu soo kordhisa laakiin waxaan idinka tabaynaa oo idinka sugaynaa
إن الديسيبلين كان لو سو كورسان إن أخلاق لو سو كورسان يبقى أنت نادر تشوفي نين باور كيس أمير القلدان ديجو أنك هو أي أروه ديجو مركز دلك تمديد بديجو ديال كان سكريك مالي وحنا ذكرها هنا إن لو سو كورسان وحي وانا جد دلك أنا كاركتي مركي نوي ما دان نماك بدن ما بقشياش دلك هالكان حرقاني وحين دوني ذكر صورت كله هم بيد كصورت كله وكيف كنت هاي لعقتها يدهب كيس سوبر ماركت أنا بيل لين السوق تاتس والله يا وحي كله وحي كورونا يعني قط الله يكون قب اختيار كم ردو دمن ولا سحلا يا لكن يدك ردو كله يري كم ردو بيدي سرناي بوا أيه أيه نبيت قليل مسنيتي بحطان الله يري يشروع يا كم ردو هاي لا حلكينو قاعد كرينا مركب حوقاتن أن يتبين مال في عم بين قاعد كرينا إنه قصاصة يلا إنه ما تشيرنا يا oo soo dhawayntiin iyo dhaqankeena wanaagsan nin walba arkaa wax kulli wadaqa fiican tii ee meela yar yar ayay cost of doing business ka yar qaaliya waxaanahay wadamada ugu qaalisan electricity runtii waxaanu mahadnaqayna ganacsatada maalgashay ku sameysatay ee dhowrilaata ka sanaba ka qabtiraysay layrka iyo biyaha iyo wax walba iyo facility-ga iyo telecommunication ka dadkeen laakiin imi waxa la gaaray in technology-dan cusub iyo layd taban inaan weelano ay suurtagalka ka tahay in warshada la yeesho oo in beer la sameeyo in infrastructure la kordhiyo waxaas oo dhan soo wada dhawaynina shuruucdeedu way soo dhawaynaysaa waxa soo dhamaantii diyaar baa weelin lahayd wixii talaayo iyo tusaaleyn iyo wixii kale su'aalaha wada taamba in waxa kale oo aan ku dari lahaa intay raacaya de saarin sheegay horumarkii ka iska leh horumarka dalka ka soo qayb ka tiin in waxa inta badan laga yahay soo dhaca qurbihii oo kala qaybsan yihiin doorashadii kala qaybisay ee waxyaabaha waxa soo socda laakiin horta aanu idin kamaan dareemid kale qolow walba waxaanu haa wasiirkoodi wasiir iska waran soo dhawoodaas la wadaayay gustaan in bad kala gelinay taa oo ku faahfaahin laakiin hadii waxa uu ahaa Soomaalilandu uu sheegayay badan aan isku qabanay bayno ma yeelan waxaan isku qaban lahayn kulli resource baad in isku qabtay resource wali waa aan explore duudin waa sugey inuu bilaabo inuu ka gali karo anoo wada tilmaamayn weynu kala wada jeedsan karna sida khaliij ayaynu shaqaale kala u baahanayna runtii marka table baa xillo dibi heel baa xillo dibi shaqaalaha wadan tumaan aanu shan qof oo walaalaha u dibo wuxuu yara kartay kartidooda iyo farsamooyinkooda ayuu madaxweynaha uga muuqatay runtii inagu dhaqankeenu ahaa in laga wada muuqdo oo la iska wada arko laakiin reer hal wasiir ku filan yahay iyo toban ku filan yahay inagu ma jiro deegaan walba caafimaad bay u baahan yihiin oo biyo u baahan yihiin oo waxbarasho u baahan yihiin haddii wasiiradooda lagu daayo reer walba la ilaado kala dugsiiso qura ka shaqee ta kuma filna reer walba waxba ka dhiman marka waxaan leenahay anagu wasiiradeeda shaqadeedan wada qabsanayna hadana shaqadeedu waa qabsan reer walba halkooda ku dhargay reer walba waa unay marka waxaan idin mar qaadanaynaa shaqooyinkayga wada qabsanayna oo reer walba noqonayna baahiyaha iyo inaan la gaari karin baa keenaysa inuu nin walba ilaahay wasiir hebel adag gaaray iyo hoste laakiin haddii albaabadeedu idin fududayn yihiin oo siiro fudud aan ugu keeni karaysaan oo muxuu ahaa xasan halwadowii ugu yimid xafiiskayga soo booqdo xafiiskayga hal askari kuma arag iska iga markhaati albaabka ugu furna waxaan ka warwarnaa inaanu muxuu ahaa intaan maaragtaa aan ama madaxtooyada ku maqanahay ama shir kale ama guddi kalean ku jiraan ku maqanahay inta qof ee ii timaada ii weyda inaad xafiiskayga joogta warqad bay u dirtaa ayuu dhigtaa waxa ku tara magacaa ku qoran saacad ay timid bay qortaa wuxuu u socday telefoonkiisa markaan soo fariistay inaanto saasisankiiga gelisa liiskan ii sheeg kan xilligan u sheegaa in ku dhahda kaalay kanna xilligan ku dhahda ay kaalay bay u tahay taa dadka waxa ku soo gooyay barnaamijyada booqashada ka weyn ee mid wasiirka horumarinta maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland madan cabad waxaan jecelnahay halkan uu mahadceliyo injineerka farsamada qoraxda badan iska soo dibiriday waa injineer Abdirashid Cabad waxaan idin soo saaray idin soo jeedinayay aniga Axmed Ibraahim Jaamaxid Star TV Bristol ariga Ingiriiska wa salaamu alaykum wa rahmat